يعني المستفيد كم يستحق من راتب الآن؟ قبل خلينا نفرض قبل إقرار الموازنة، باعتبار أنه كما سمعنا هناك تعديل سيحصل على راتب المستفيد. احكينا ايش قد وايش قد راح يصير؟ احنا عندنا خط شروع لدفع الإعانة. خط شروع هو 100,000. طيب 100,000 للعائلة المكونة أو لشخص واحد. طيب فقط. الشخصين 150,000، وإلى أن يصل إلى إذا كان العفو 125,000، إذا كان رب الأسرة رجل فالإعانة مالته راح توصل حد 4 نفرات، إذا كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد تصل إلى 175,000 وتتوقف حتى لو كانوا 5, 6, 7 لحد هذا الرقم. إذا كانت امرأة أيضا تبدأ ب100,000 وتنتهي ب225,000 باعتبار المشرع أو مجلس الوزراء يعني في الحكومة الأسبق يعني وضع باعتبار أنه المرأة غير قادرة على العمل، فرص العمل متوفرة أمامها قليلة، فوضع هذا الفارق يعني 225,000 للمرأة المكونة للأسرة التي تقودها امرأة ومكونة من 4 أفراد فأكثر، فتصل إلى 225,000، يعني فارق عن الرجل. الرجل 175، المرأة 225. جي. هذا السقف الحالي. هذا السقف الحالي. نعم. طيب أقرت الآن الموازنة وعلمنا أن هنالك دعما سيحصل للمستفيد. نعم. كم سيصبح بعد خلينا نفرض الحد الأعلى أو الحد الأدنى، ابدأ مما شئت. يعني تعرف أستاذ كريم، إحنا ناس في موقع المسؤولية أولا، والشيء الآخر لازم نعطي أرقام دقيقة جدا. الآن الموازنة أقرت وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية، إذا مضت هذه إن شاء الله هي ماضية بهذا الشكل. إحنا راح نبدي بالخطة الموضوعة عندنا بالتعاون، طبعا راح نشرك لجنة العمل النيابية بالموضوع أيضا، كل هيئة الحماية الاجتماعية أيضا. الزيادة ستبدأ أيضا تبدأ ب25,000 وتنتهي ب100,000 حسب هذا السقف الموجود حاليا. زين. يعني نفر نفرين 3 نفرات 4 نفرات أو أفراد. زين يبدأ ب25 وينتهي ب100,000. بمعنى اللي تريد تقوله أنه الحد الأدنى سيبدأ من 125,000. نعم. إذن الحد الأدنى ب125,000 سيصبح 125,000 وينتهي. هذا تخطيط الوزارة إلى الآن، واضعين هذه الخطة. زين. وفق التخصيصات التي تم إقرارها بالموازنة. جيد. وتصل إلى 100,000. الحد الأعلى هو هذا الحد الأعلى، تصل إلى 100,000 لأنه التخصيصات كزيادات. يعني مثلا إذا قلنا عائلة المرأة اللي عندها 4 نفرات اللي تفضلت وقلت 225,000 ممكن تصل إلى 325,000. أي يعني هذا يعني تقديرنا والخطة الموضوعة في هيئة الحماية الاجتماعية وفق التخصيصات اللي حددت بالموازنة.